محافظ على الصداره او متثبت بالصداره. يعني الموسم هذا صراحه الاتحاد اظهر روح البطل حتى في ظروف صعبه، في تاخر او في اصابات، والاتحاد دائما ما يلعب. مباراه امس طبعا كانت في في الشوط الاول عباره عن مباراه بدنيه بحته، يعني يمكن حتى انصاب التحامات قويه. يعني كانت المباراه صاب كريم الاحمدي وخرج الفيصل، لم يكن ما كان سهل جدا على الاتحاد. اصعب مباريات مرت على الاتحاد تقريبا في الموسم ده، اصعب مباراه يمكن مرت على الاتحاد الى الان في الموسم هذا. الاتحاد الموسم هذا يمكن اللي فارق عنده انه عدد اللاعبين الهدافين اصبح اكبر. يعني في العاده كنا بالرغم ان رومانو سجل هدف، ولكن رومارين هو كمارة في وقت معين كان ينتشر الفريق، الآن مع زيادة حمد الله كورنادو الفريق أصبح ككتلة واحدة فريق مميز جدا. اللعيب الاتحاد حاليا ويمكن يعني في قادم المواعيد يسبب له تعثرات اللي هو ضعف الدكة البدني، الضعف الدكة. يعني مع إعلان الهلال التعاقد مع المالكي شفنا أمس البديل الأحمدي، بعد إصابة الأحمدي ضغط كبير على الاتحاد استقبل الوسط أصبح صحيح. أي فالاتحاد في فترة الانتقالات إنه يعزز موقع المحور، لأنه هو المتصدر الآن ويصارع على اللقب ما بقاب قوسين أو أدنى إذا ما لم يعزز الدكة. الفيصل يواصل.